هنطبخ طماطم اسمه يخني الطماطم. انا عندي هنا كيلو طماطم قطعتها صغير بالشكل ده مكعبات اهي، كيلو طماطم على حوالي ربع كيلو لحمه مفرومه، تمام، بصله، فلفل رومي او حامي، سمنه، معلقه صلصه لو عوزتي، شويه بهارات بقى، لحمه وملح وفلفل. هنجيب، احنا قلنا هنا عندنا كيلو طماطم بحاله على بصلايه على ربع كيلو من اللحمه المفرومه على فلفل رومي او حامي بسيط مش كتير خالص، لان هنا البطل بتاعنا الطماطم، طماطم مطبوخه. هناخد معلقه سمنه، هناخد اللحمه المفرومه، ملح وفلفل وبهارات، وبهارات، ونقلبها كده فيها هي لغايه ما تلون معايا، وهروح مديها ايه؟ البصلايه وحاجات يعني احنا عارفينها قريب ونقول دي لسه معروفه، لا دي من زمان جدا جدا وهي معروفه وعارفينها وعارفين بتتعمل ازاي ويطلعوا منها وصفات ايه، واحنا قال ايه ده لسه لا موجوده في حاجات كتير جدا موجوده من زمان الزمان. منها يخني الطماطم ده، دي يخني طماطم وانا هطبخ طماطم يا ولاد. انا حطيت فلفل هنا ايه، فلفل على اللحمه، خلاص لونت كلها بالشكل ده، احط بقى البصله. بسم الله بسم الله. الطماطم اهي، كيلو الطماطم بقى على الايه، على اللحمه. ماشي، ومعاها شويه عصير طماطم مش كتير، كوبايه مثلا، كوبايه بس اليخني بتاعنا. اليخني عايز شويه ميه بس، هو استوى خلاص. بس كده حلوه قوي، كده طبخنا الطماطم، لازم يبقى فيها صوص كده. نصب بس اليخني بتاع الطماطم، قال ايه بيطبخوا لنا طماطم.